التكافل في المجتمع السوداني متجذر في مفاصل المجتمع السوداني، لذلك التطوع ما غريب على المجتمع السوداني خالص. ظهرت منظمات المجتمع المدني بصورة كبيرة جدا في المجتمع، تساعد المحتاجين وتعمل على تنمية المجتمع من خلال يعني محاور كثيرة جدا. نسعد جدا بضيفنا اليوم الأستاذ عبدالله بنجا، أمين الإعلام لمنظمة أيادينا للخير، اللي هناخد إضاءة عنه أكثر وعن العمل التطوعي من خلاله. مرحبا بك أستاذ عبدالله بنجا. مرحبا بك كثير، وتحية لكل المشاهدين وكل المتابعين. ومنظمة أيادينا الخير هي واحدة من المنظمات العاملة في مجال العمل التطوعي من أكثر من 5 سنوات. نحن عندنا مجموعة من المشروعات تمت من خلال منظمة أيادينا الخير، مشروعات ومبادرات وحملات على مدار الـ5 أعوام. تأسست أيادينا الخير هي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نحن دائما بنقول إنه دي واحدة من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي. الفيسبوك عززت العمل التطوعي. نعم، هي نهاية 2010 هي بدأت من خلال فيسبوك، بعد ذاك بداية 2011 الناس تلاقت على أرض الواقع، وبدت من الوقت ذاك مشروعات وحملات أيادينا الخير. المشروعات، أهم المشروعات اللي قامت عليها أيادينا الخير؟ مجموعة من المشروعات على مدار الـ5 أعوام، مبادرات عندها علاقة بدور المسنين، عندها علاقة بالأعمال الموسمية في رمضان، في الأضحى، عندنا مشروع لكفالة الأيتام، عندنا مشروع لبنيان وإعمار المساجد، عندنا مجموعة من المبادرات على مدار الـ5 أعوام. جميل. أستاذ عبدالله بنجا، يعني هل في رأيك أن العمل التطوعي مرتبط بالمجتمعات الفقيرة؟ العمل الطوعي مرتبط بالإنسان وين ما كان وكيف ما كان. الإنسان سواء كان في المجتمعات الفقيرة أو المجتمعات الغنية، هو الطبيعة الإنسانية هي بتقتضي إنه نحن نقدم ما نقدر عليه، يعني من خلال استطاعتنا للآخر المحتاج. ممكن هو يكون محتاج حاجات كثيرة، الاحتياجات الإنسانية كبيرة ومتعددة، يعني ما مرتبطة بالفقر والمجتمعات الفقيرة. طيب أستاذ عبد الله، في شخصيات يعني ما بتعمل في العمل التطوعي، خلينا نقول انه مش موجوده فيها، لكن ما بتعمل العمل التطوعي، كيف في رايك يحدث التحول للشخصيات دي في انها تكون محبه للعمل الخير والتطوع؟ نحن بنقول انه نحن الليله العمل الطوعي بقى منتشر جدا سواء كان في السودان او على مستوى العالم. فالانتشاريه دي هي بتصل للشخصيات دي اينما كانت وين ما كانت. يعني نحن اذا كنا زمان بنقول إنه العالم قرية صغيرة، الليلة العالم شاشة. صحيح. فبالتالي كل الأعمال دي هي بتصل لكل الأشخاص في أي مكان في العالم. طيب يعني محتاجين إن ننشر الثقافة دي. شو رأيك الوسائل والآليات اللي إحنا ممكن نعمل بها عشان ننشر ثقافة العمل الطوعي؟ المفروض تكون الآليات ممكن تكون ورش عمل، الآليات ممكن تكون مؤتمرات، الآليات ممكن تكون فعاليات مختلفة، يعني على مستوى الدولة وعلى مستوى حتى المنظمات الطوعية نفسها الشغالة في مجال العمل الطوعي. في ممكن مجموعة من المبادرات لمجموعة من المنظمات عملتها هي عبارة عن شراكات. الشراكات دي برضو بتعزز ثقافة المجتمع الطوعي وانتشار العمل الطوعي في المجتمعات. طيب دور أيادينا للخير في أنها تنشر الثقافة دي أكثر من أنها تعمل العمل ده وتساعد المجتمع يعني؟ نحن في أيادينا الخير نحن بنتكلم عن شراكات. نحن ممكن نقول إنه نحن عندنا مجموعة من الشراكات في المنظمات، مع المنظمات ومع المبادرات الطوعية في مجالات وتخصصات المختلفة. يعني أيادينا الخير ممكن تكون عندها مشروعات خاصة بها، لكن في منظمات أخرى مثلا عندها علاقة بالتدريب، فأيادينا الخير مثلا بتكون شريك مع هذه المنظمات، باعتبار أن التدريب برضو واحد جانب من الجوانب الأساسية والمهمة في جانب العمل الطوعي. طيب يا ريت لو ناخذ إضاءة أكثر عن أهداف أيادينا الخير. أيادينا الخير نحن دائما بنقول شعارنا الجميل واللي بنردد، بنقول إنه كنا وما زلنا وسنظل نرسم ملامح السعادة لحياتنا في حياة الآخرين. وين ما كان الاحتياج للخير ولتقديم يد العون والإحسان، أيادينا الخير موجودة ومتوفرة، وأيادينا الخير ممدودة للكل وللجميع إن شاء الله. يا سلام. بداياتكم كانت، البدايات كانت تبع السوشيال ميديا يعني. نعم. كمجموعة، لو في شخص الآن بيشاهد وعايز ينضم لأيادينا الخير حتى ينشر ثقافة العمل الطوعي ويساعد الغير، يصلكم كيف؟ نحن متواجدين في الخرطوم، عمارة السلام، الطابق الثالث في عمارة السلام، موجودين. مكتبنا هناك، مكتب أيادينا الخير. ممكن الناس برضو تتابعنا على، برضو نحن بنقول إن نحن عبر السوشيال ميديا بدينا كده، فنحن موجودين، يعني موجودين في الفيسبوك منظمة أيادينا الخير ألكو، متواجدين. ممكن الناس بعد ذاك يتواصلوا معنا إن شاء الله. جميل. يعني
السمات المعينة المفروض تكون في المتطوع عشان ما يقدر يتابع بقوة في العمل الطوعي وما يميل أكثر؟ طبعا العمل الطوعي كل ما تتعمل كل ما بتجيك سعادة أكثر، كل ما بتكون نعم. عندك دافع أكثر، لكن السمات المفروض تكون موجودة شنو عشان ما تعينه؟ أنا شخصيا ما بشوف إنه في سمات معينة للشخص عشان ينضم للعمل الطوعي، باعتبار إنه الخير ده موجود فينا كلنا، هو بس بعد ذاك محتاج في إنه البيئة المساعدة، التدريب المناسب، الأعمال المناسبة، الأشخاص المناسبين عشان إنه هو يبدأ ويكون شخص فعال في مجال العمل الطوعي في المجتمع. طيب رأيك في العمل الطوعي ومدى تأثيره على الشخص وعلى قدراته وبناء بناء المجتمع من خلاله؟ أنا ممكن أتكلم عن تجربة شخصية لعبد الله، يعني عبد الله أنا بقدر أقول إنه أنا في تطور كبير في شخصية عبد الله بعد أيادينا الخير، يعني أيادينا الخير عالم جميل، إحنا بنقول إنه كتلة قلوب وعالم جميل ومجموعة من الترابط والتكافل أنا لقيته داخل أيادينا الخير، فالتطور في الشخصية وفي الأداء أكيد هو أفضل داخل العمل الطوعي وداخل منظمات العمل الطوعي. جميل، دائما بتفق لك ان شاء الله استاذ عبد الله ولكل القائمين معك على امر يدين الخير ومنظمات المجتمع المدني، لكن خلينا نتعمق اكثر في موضوع الشراكات بينكم وبين منظمات المجتمع المدني وبين المؤسسات اللي ممكن تدعمكم وتساعدكم اكثر في المجتمع. نحن إذا تكلمنا عن الدعم المالي أيادينا الخير بتراهن على الشعب السوداني باعتبار خيرية الشعب السوداني، نحن بنطرح المشروع على الـ على الـ على كل الناس، إنه نحن عندنا مثلا مشروع مسجد، نحن حسي آخر مشروعاتنا مسجد في ولاية الجزيرة في ريف المناقل، نحن سمينه حنبنيه ثلاثة، نحن عندنا حنبنيه واحد وحنبنيه اثنين وحنبنيه ثلاثة، فنراهن على الشعب السوداني باعتبار إنه نحن بنطرح إنه نحن عندنا مشروع وفتح باب التبرعات، وصراحة يعني بتجينا النتائج دائما بتكون أكثر من 100% بكثير. يعني الدعم بيجيكم عن طريق حساب معين؟ نحن عندنا حساب عندنا حساب في البنك فيصل الإسلامي السوداني فرع المنشية 1742، الناس ممكن تقدم الدعم من خلاله. طيب يعني عشان ما ينضم لكم شخص نعم. الحياة ما بتكون مفروض مطلوبة فيه، هل أي شخص يقدر يقدم لكم في السوشيال ميديا بيكون هو متطوع معكم؟ لا، هو بعد ذاك الزول لازم يصلنا، يعني الشخص لازم يصلنا في مقرنا في الخرطوم عمارة السلام، نحن عندنا استمارة عضوية يعني استمارة نعم. عادية يعني بعد ذاك هو تلقائيا لما يدخل في عالم أيادينا الخير اللي تكلمنا عنه قبل كده، وبعد ذاك تلقائيا بيكون من ضمن عائلة أيادينا للخير. يديك العافية إن شاء الله، وربنا يحقق كل أهدافكم وشركاتكم مع المنظمات الأخرى ومع مؤسسات ذات صلة، إن شاء الله تكون أكبر وتفيد المجتمع السوداني صورة أكبر إن شاء الله. شكرا جزيلا، إن شاء الله من خلال الإعلام تكون عندكم إضاءات أكثر وأكثر بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك أستاذ عبد الله بانجا أمين الإعلام لمنظمة أيادينا للخير، دي كانت فقرتنا معه اليوم من صباحات السودانية، لكن